متابعينا في السعودية أهلا بكم. نهار اليوم الاثنين سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، ونشطت رياح البوارح في المناطق الشرقية مما عمل على إثارة بعض من الأتربة والغبار خصوصا في منطقة حفر الباطن والإحساء. وإن شاء الله رح تكمل هذه الأجواء بالسيطرة على عموم مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، وطبعا أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية تتأثر بهطول للأمطار الرعدية إن شاء الله. نبدأ هذه النشرة بالتعرف على صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الصباح الباكر من هذا اليوم، مشيرة إلى وجود كميات من السحب خصوصا في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، وإن شاء الله تعمل على هطول زخات من الأمطار حتكون رعدية في بعض الأحيان. انتقالا إلى خرائط سرعة الرياح من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، نلاحظ نشاط في رياح البوارح كما ذكرت في بداية النشرة، تعمل على هبوب أو على إثارة الأتربة والغبار خصوصا في منطقة الإحساء وحفر الباطن، مما يعمل على تدني مستوى أو مستوى الرؤية الأفقي. فطبعا إحنا بننبه الإخوة السائقين وسكان المناطق الشرقية من هذه الرياح. وطبعا يوم الثلاثاء ايضا تستمر هذه الهبوب، هذا هبوب الرياح بيسيطر على المناطق الشرقيه، كذلك الحال في سواحل البحر الاحمر تنشط الرياح الشماليه مما يعمل على ارتفاع في الموج. يوم الاربعاء كذلك الحال. اما الان ننتقل لنتعرف على درجات الحراره المتوقعه في العاصمه الرياض لهذه الليله، بتسجل 29 مئويه مع اجواء غالبا صافيه، كذلك الحال الملموسه. نسبه الرطوبه 46% وسرعه الرياح 25 كيلومتر في الساعه. انتقالا الى درجات الحراره المتوقعه لثلاثه ايام القادمين ان شاء الله في العاصمه الرياض، يوم الثلاثاء بتسجل 44 درجه مئويه مع اجواء حاره ليلا 30 واجواء صافيه. يوم الاربعاء اجواء شديدة الحرارة 45 نهارا 30 ليلا، ويوم الخميس 44 نهارا و29 درجة مئوية إن شاء الله بتسجلها ليلا. انتقالا إلى درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الثلاثاء في عموم المناطق، نبدأها شمالا مع سكاكا بتسجل نهارا 41 ليلا 26 وأجواء حارة، كذلك الحال عرعر تبوك 40 مئوية و23 ليلا مع غبار خفيف. ننتقل إلى مناطق الغربية مع المدينة المنورة، 46 نهارا 34 ليلا وأجواء شديدة الحرارة. مكة المكرمة 44 نهارا 31 ليلا، وجدة 34 نهارا 30 ليلا، والطائف احتمالية لهطول زخات من الأمطار رعدية بتسجل بين 35 نهارا و27 درجة مئوية إن شاء الله بتنخفض ليلا. أما مع المناطق الجنوبية الغربية وأبها بتسجل 33 نهارا 21 ليلا مع غبار خفيف. الباحة بين 33 و 22 أيضا، وجازان بين 38 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئية وبتنخفض ليلا إلى 30 درجة مئوية إن شاء الله. مع المناطق الشرقية والدمام بتسجل نهارا 41 وغبار خفيف و 30 ليلا. الإحساء 45 درجة مئوية 29 ليلا. حفر الباطن بين 43 و 29 وأجواء صافية ومشمسة. أخيرا مع المناطق الوسطى، العاصمة الرياض بين 44 و 30 وأجواء صافية ومشمسة. بريدة بين 43 و 30، وحائل بين 41 و 26 درجة مئوية بتنخفض ليلا إن شاء الله وأجواء غائمة جزئية. متابعينا إلى هنا انتهت النشرة، إلى اللقاء.